وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة. رزنته سعين نقدر يقوم سفاته موسعته سلا رزنته بدون ذكر تحسدنا يبلت إلى مجانا تفلقنا. وروى السدي عن ابن عباس أنه قال تقرن السماوات السبع، تقرن السماوات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض، فذات عرض الجنة. ابن عباس رضي الله عنهما من ألا سماي النامذر عند لا يتأمرل عند لا يازن قلت لبسج عندما يازو يظن يجن نستفات مالك يهنو على قن لقن سباتو مدر الناس سباتو سماي تسلفوا مالكنا. فإذا كان عرضها كذلك فما بالك بطولها، لا حرمنا الله وإياك منها. يقول نستاتو عيني الكون سعداء لزمتا لم يكلفون الله كم من نفقود عاد الجنة. أما الشق الثاني من السؤال وهو هل هي جنة واحدة أم جنات كثيرة؟ يعني يقول ولتن يقفلنا سؤال جنتنا فيسدد جنتنا لم يلو مالكنا فيجيبك عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من سن يمسة رسول عليه الصلاة والسلام نهتو. فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هالت حارثة يوم بدر أصابه سهم غريب فقتله، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي أجنة واحدة في إنها بنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. نبي عليه الصلاة والسلام زن أم حارثة متقتنا وندم حارثة يبدر طور النت لا يمتنبت تبارى لي طورات ذاته بدلوا ما لتت يا رسول الله حارثة نزم قالون ليبوتا لبيوست يلون ليبوتا قالوا لم هنو جنة وسطك هنا نبرين على لكسن وإلا يمسرون يا يلون لتتتوا رسول مرة من نتاس عمرو شيء كده منا وراس جنة بجنة بالتامس ثلاث دوم يعني إنه إنها جنان كثيرة بزو جنة ما تسوكو أرسم ما وإنه لفي جنة الفردوس يا جنة الفردوس جنة كثة يوم بوتان من الجنان. أما ريح الجنة عباد الله فيوجد من مسيرة مئة عام جنة شتاء من الجنة بمتوانت رقة الكنة الله لجنة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله انبه على جنة وسط ونزوت تألو من ماء غير آسن فوها يهونو غير آسن غير آسين مالك. يقول ابن عباس غير متغير يلتلوث قام يلتغير ويقول قتادة والضحاك وعطاء غير منتنين يمن شت هنا للأو دجموه أنهار من لبن لم يتغير طعمه قام يلتلوث يا وتت ونز الله بقام نتش بقام طافات هنا. في الحديث المرفوع لم يخرج من ضروع الماشية كأنس ساتوت طوت ذات يلوث آنو يمن المالك وأنهار من خمر لذة للشاربين يا نقدق دلمون زج له لم يتقو سوج مركنا فقام يمتحفز مدفوش التائل له عياق ألا ممتعمو عند دنيا خمر ما يدلسن أي توبة قام يمتحفز قامو يمتحفز شتاهم يمتحفز. وفي حديث مرفوع لم يعصرها الرجال بأقدامهم وانبت فإدراكته ومرقد يلتأمك وثنو وأنهار من عسل مصفى ترتك لما يهون دمهم وانزل ماله في غاية الصفاء بطعم ترتك له بطعم يمي تأفض ملكم يمي أسلسل ستاهم يمي ركام. في حديث المرفوع لم يخرج من نطون النحل فنبت أودي الوطع مارنا تبلو الناس يقولوا يتبالف ابن المنذر عن سعيد بن جبير موقوفا عليه زبوفا قديم يبلغ ولهم فيها من كل الثمرات كفرات روتينس بلو ألا لا تشوفوا صفا مغفرة ربهم كيف تتوزن بهنا مهرة ألا لا تشوف سنة أكثر من كمن هو خالد في النار ينهلوا يعني ينهلوا يتعدل
جهنم ውስጥ ገብተው እንደተዘወተረው ጋር እኩል ነው ነ ስቁ ማአን ሐሚማ ጀሃነም ውስጥ ያሉት ከመጠን በላይ ትልክ በላይ የፈላ ውሃ እንዲቀጡ ይደረጋሉ ተቀጣ አምዓሁም የወድቃቸውን እንዳለ ይበጣጥሰዋል አላህ ይጠብቅሽና ይህ ብቻም አይደለም ለሙእሚኒ ፊል ጀነ ኸልመቱን ሚን ሉዕሉአቲን ዋሂደቲን ሙጀወፈህ ጡሉሃ 60 ሚላ ለሙእሚን ከልዑል የተሰራ ድንኳን አለው አንዷ ክፍት ናት ትከፍታለች ርዝመቷ 6 ማይል ወልሙእሚኒ ፊሃ አህሉን የጡፉነ ዐለይሃ علي يطوفون يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ذا بن قنوس مسلمو بيتسبوش حلوت مستوش مالت نو كلنا ميقو بن ياتشال عندو عليلا ونسر فيها يبتشا للن الجنة شجرة يسير الراكب الجباد المضمر سريعا السريع 100 عام ما يقطعها ترابها المسك وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ذا الآن ያ ፈረሰኛ ጋላቢ በጣም ጠንካራ በጣም የሚደልል ፈረስ ፈረሰኛ በጣም የሚሮጥ ፈረስ 100 አመት እንኳን ሩጦ ሊደርሰውና ያቋርጦ የማይችል ጥላ ያላጣ አለ አፈሩ ምስኪንም በተከሉ فيها ما تستهي الانفس وتلذ الاعين نفس اللي بتفلقوا عين كله ينركوا عليه ارى لي لم تجعلنا انت قال الرسول فيما رواه انس بن مالك وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحسو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا اللهم ادعنا منكم جنة مس جبايا الدارس الله قال رسوله بي جمعة وي سأمنتو يمتعلوا إلى النسوات كذا يسمي النفاس يدسل للنس لأي سوى المثلنا لبسات شولاي في تات شولاي عند الله يعني صدون ملك جيتون يرجبات شوال ملك الناس انجلنا يتعمر اللو ربي سبو تات شو كمستوبوا على ይስሙቻቸው ምን ይሏቸዋል በጣም አማራችሁ ከኛ ከተለያችሁ በኋላ ቁንጅናን ጨመራችሁ ሲሏቸው አው እናንተም ከኛ በኋላ والله በጣም አማራችኋል አሸብርቃችኋል ይሏቸዋል ለአላህ ከነሰልፈና ሌላም ስጦታ አለ ለጀነት ሰዎች ለሴቶች ይሄድል አላቸው ባህራቸውን ገለጹላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለወንዶች የሚታደሉትን የእግረ መንገዳቸውን ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ في الحديث الذي رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لأضاءت الدنيا ولمرأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها إذن السيد عن رأسيت وطاء النساء أهل الجنة إذن السيد عن رأسيت وطاء إذن ندر بث الملكة ندرهم هلو هاشب الرقالت نذرات نذرات تادر قوال لتسألو ولملأت ما بينهما ريحا سمعينا بمدر يالون فلو بملكان عير ثمولاه نبرا ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رأس على يالو بستاء ويمسر دنيانا فوستاء دنيا وستالت فلو بل آن بلاتناو قالوا نبي عليه الصلاة والسلام مسلمة سيتهوي أنتي ملكان تسرر اتشل سيتنا وراسو متمسيو مالكنو يجلنا السيسم يتبالو بحور العين بالتاء يتجدب عليهم الله كنسو كسوا يادر قشلنا وان دجن ملكام خسراتو بيت اتشين ينسترت ملكام سيتنو يمت التدبو ولي أبي سعيد رضي الله عنه في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب سبحان الله الله أكبر ما أحلاها من ينفسد من ينفسدنا حالتنا يألو من أن الرسول صلى الله عليه وسلم بسعيد بزجب حديث لك جنة وند له نالو هلت من حول العين كحول العين هلت مستوى تشلو تالو بيان بندلهاي سبا يجيب أين تشألو بقام بطنة تشو
ተሰውድናታቸው ጥራት የተነሳ ደግሞ የባሳቸው ውስጥ ምክኔ ከልብሳቸው ጀርባ ይታይ አላሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። فاستعد عبد الله فاستعد عبد الله يلقيا هؤلاء النزيه لم أبنيت مزدقا جتلبه أنت الله باريا ملفات متاقل ألبه بكلال أيضا لامين بالجنيو أليس ما أحلامات الجنة هذا جنة استكالت كله كما ارتبت أنه يهل اللندي سنتون ينسك الماء سنتون ينسك الماء. أما جنة عدن جنة عدن ما يزال لها ويلنة لمؤمنوت لأمانيك زقادت وما جنت لا تسل. اسمع، فروى الطبراني والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى خلق بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجدة خضراء وملاطها المسك وحشيشها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ وترابها العنبر. رواه الترمذي. جنة عدن الله عز وجل إلى اللوم الله سبحانه وتعالى برجو فترات لبنة من ذرة بيضاء نتكونا لأولي النار انقو فترات أنواع بلوكتنا للو بلوكت لجنو من ياقوتة حمراء أيكونا لأولي للو عدنو من زبردجة خضراء أرنباريك هناك النامر كمياشر الرئلول وملاطها المس من السنة من يأجاتك مشك من تبال عاشق تناقلو وحشيشها الزعفران الزامي اللو ساروات قلوا زعفراني مبالو بزامي مقفت شتا يلنو حصارها اللؤلؤ تطرتها لؤلؤ سنتشو وترابها العنبر وترابها العنبر أثروا دمو فشتو تلو بتعمر تشتا يلو عنبر نو ألو. نعم، من أين الجنة نو؟ الله سمي قبو سويت كادر جنة فمن يجزن بلوهم الجنية للم لفات قرأت تقات يتيت البتال أسفل بالبتال بلفات نجي نكرات آينا يتو دنيا لا ينجي جن بلوهم نتلبو بحرام تدستو يا الله من مريات صو النبي عليه الصلاة والسلام سنة لقوا إلى اللم. وإنما أني ينهلو متاج اليمي تشالو النسون لنتكتلنو سلف التنم أرأي عادلقو يهوة مريبة مدربنو في بتشار اللم منو ثورتو لك يا جنال لكم سنتو على حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام والفردوس أعلى درجة ومنها تخرج أنهار الجنة والأرش من فوقها وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس. أخرجه الترمذي. جنة ألو متو درجان ألو رسول ألو عليه الصلاة والسلام كولتو درجان كتل يمتو يأكل يمتو أمترك أتعلالو فردوس دموت دنك جنة تلو يلاكو جنة نو قذا جنة كفردوس الجنة فلان يو جنة كثلكونا يا ويا جنة أردت ونزوج يني فسود عرش دمو عرش يا جنة فردوس الجنة بلاي الجنة عند طاروي هنا الله انت هذا تقيقته نسألوه الفردوس فردوس الجنة طيقوا اسألوا رسول اللهم وفقنا فردوس الجنة يا رب العالمين. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. متفق عليه. زاد الترمذي وهذه الأنهار تشكو من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارها. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وهو حديث صحيح. من قال النبي عليه الصلاة والسلام جنة تسر اللو تسجى سل جنة أسرار في النقلو سل جنة تسعلو علو كوات يتسرو سري تاتشو وستاتشو ميالو تقوت كلهم بعد تقالي كوات كنوالو للاهم وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما للو تولتو ليتجار جنة تجمو علو كبر اقاني يتسرو تالو اقاو الله مستيالو بلو. سبحان الله
الله كم يتعدلت هذا الجن. وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل الزاري تعدلوا سواج جنة يقربوا سواج الماء بيتاكتهم كم الملكات متكل إلا رداء الكبرياء يكرات ختانجين إلى من يلم مروا على وجهه بالله لي في جنة عدن بزا جنة عدن مسألوا متفقا عليه. ما هو الترميري وزجوت من تأمره. وهذه الأنهار